بهالمناسبة شو بنقول؟ هذا بننشد؟ هذا من عيد الفطر؟ لا حبيبي لا، هذا جبتوه من عيد الفطر. هذا من العيد اللي قبل كورونا. ابو سار انت جاي من هيئة الغذاء والدواء ولا جيراننا اللي بجنبنا؟ لا والله خلاص جيراننا يعني اسأت الاختيار. ضرس العقل. ضرس العقل ما يحتاج تخلعوه. عندك ضرس العقل انت؟ لا. عندي انشود على عيد الاضحى. يلا سمعنا ابو سار. احنا جاهزين نسمع. صب قهوة. بسم الله. يا الله. وش الأزين القهوة ولا القهوة الثانية؟ والله ما فيهم شبه كبير. ترى يا سعد الله لا يهينك جيب الشاهي. أبشر. الشربات. والله يا جيراننا انكم ما ادري شلون ترى بيزورونا الشركه ان شاء الله. وبعد اي الشركه بيجون وبعدين انا قايل لهم تجون نفس الوقت. ابلغ ارسل معه وجاي ارسل معه قهوه. شركه وش هذه؟ هذا اللي يلعبوننا كل يوم اثنين. ابدا بالضيف. اوه شركه العاب. شركه العاب مساحه العاب. ما شاء الله الله يسعدك يا سعد. الشركه بنصب له قهوه ان شاء الله.